تبين بأن أي لقاح من أي مكان عامة يصدر لا مراحل معينة للتقييم، مثل ما ذكرها الدكتور مناف بأن هناك في مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة وتصل إلى الرابعة، بعض اللقاحات حتى لسلامتها تأخذ وقت حتى أطول من ذلك. إذا تذكرون في أول بداية الأزمة بعض اللقاحات أخبروا أنها تحتاج حوالي 18 شهر للتأكد منها والفحص نحو تقريبا سنة ونص. وبعض اللقاحات إذا حسب التقنية اللي عامة مستخدمة أو طريقة البحث المهم هي تحتاج وقت للدراسة. تعليقي على أي لقاح من أي مكان عامة منشأة بأن هذه المراحل لها معايير ولها اعتمادات دولية، ومنظمة الصحة العالمية موكل لها كذلك باعتماد مثل هذه التطعيمات ومثل هذه عامة اللقاحات اللي هي ممكن هي تستخدم وتوصل إلى مرحلة التصنيع وبعدها عامة مرحلة النشر من بعد التصنيع أو البيع. فتعليقي بأن أي لقاح إذا كان استوفى الشروط والمعايير اللي موجودة واعتمد عالميا، منظمة الصحة العالمية كذلك كان لها رأي فيه، فأكيد طبعا مملكة البحرين كنا هي يعني تأخذ عامة المبادرة بشراء مثلا اللقاح، هذا اللقاح أو غيره، على أساس أنه في هناك اعتبارات معينة أو معايير معينة إحنا نلتزم فيها. فقضية ذكر الدولة أو التشكيك أو غيرها ليست معني بذلك الآن، ولكن ما أعنيه مثل ما خبرت هو التطعيم عامة بشمولية، أن أي تطعيمات لها معاييرها والالتزامات الدولية لما تعتمد إيه نعم لازم تكون بحرين سباقة لصحة وسلامة الناس إن شاء الله. نعم، نبقى معك دكتور.